السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله هي واحد البرجر بالبصله، كيجي لذيذ جدا. المهم كما كتشوفوا معايا الكفته يكون فيها شويه الشحمه قليله، ما يكونش كثير، يعني اللحم يكون كثر. البصله كما كتشوفوا قطعتها انا هكاك، بغيتوا تحكوها حتى هي ممكن تحكوها. العطريه عندي سكنجبير، عندي الملح، عندي القرفه، عندي الثومه غبره الا بغيتوا ديروها في خضره محكوكه كذا حتى هي مزيان، وعندي التحميره وعندي البزار. هادو هما، بغيتوا تزيدوا الربيع ممكن تزيدوه، انا ما غاديش ندير الربيع، غادي نديرها كما كيصايبوها هما هنايا. هذه لاصوص اللي كتمشي مع الخبز اللي غندهنوا بها الخبز ان شاء الله. كما كتشوفوا عندي المايونيز، تقدروا تبدلوه بدانون مسوس. هذا داك الكورنيشون اللي كنقولوا ليه حنايا، البصله حمراء من الاحسن. وعندي الموطارد، صافي باقي ليا الملحه والبزار هما اللي غادي نزيد، وهذه هي لاصوص. صافي هنايا غادي نبدا الطريقه ديال كيفاش غادي نخدم بها. هنايا كما كتشوفوا البصله جوج بصلات او ثلاثه على حسب عدد الاشخاص، بحال تقليوها في الزيت، يعني تكارميليزا ولا تعسل في زويته، كتجي لذيذه مع البرجر. صافي غادي ندير فيها الملحه وغادي ندير فيها البزار، ما فات حتى شي حاجه، غادي نخليها حتى تطيب. هذه راه ما غاديش نصورها لان ماشي شي حاجه تصور. صافي هنا غادي نرجع الكفته ديالي، غادي نزيد عليها العطريه، غادي نخلطها مزيان تيدي فيها العطريه مزيان بيدي. طبعا الحال كاين محسن باليد هنا كما كتشوفوا. صافي خلطتها، انا كنقول لكم انا كتعجبني فيها البصله هكا، نتوما بغيتو تحكوها حكوها. صافي شكلتها هكا كويرات، بغيتو ديروها في تقليوها في الزيت، تقليوها بغيتو ديروها في الاير فراير، انا كنت غنديرها في الاير فراير فقلت خليني نديرها معكم في المقله. الحقيقه الاير فراير رحمه وحق الله، زعما اللي عنده ولا اللي يقدر ياخذها ياخذها. صافي غادي نطيبهم في المقله، ما تكثروش الزيت حيت اصلا الكفته كتطلق حتى هي الماء وكتطلق الزيت ديالها، ومع فيها البصله كتطلق حتى هي الماء. صافي غادي نديرها هنايا في المقله، والبوطه تكون فوق متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف باش تطيب اللحم، المهم تكون فوق متوسطه. صافي هنايا كما كتشوفوا هنا غادي نقلبهم. انتم عاوتاني وطيابكم، كاين اللي كيبغي اللحم ما يكونش طايب بزاف، انا كان كما تيقولوا ويل دان، يعني طايبه مزيان الكفته. طبيعه الحال هشيشه، واخا تشوفوها زعما طايبه مزيان راه هشيشه. صافي هنايا شنو غادي ندير، غادي نخليها تتحمر ليا شي شويه، وها هي كما كتشوفوا تحمرات. شوف كيفاش كتجي. صافي هنايا شنو غادي ندير، هنايا كنوريكم ان البصله كيفاش ولات. صافي طفيت عليها، زدت عليها الملح وزدت عليها البزار، ما فيها حتى شي حاجه. هذه لاصوص، لاصوص هنا غادي نزيد عليها الملحه وغادي نزيد عليها البزار. صافي وغادي نخلطها. هذه هي لاصوص اللي غادي ندهن بها الخبز ديالي، تيقوني هاد لاصوص رائعه. ممكن نزيدوا فيها الكاتشب، انا مره كنزيدو مره ما كنزيدوش، كنحاول زعما ما نستعملوش بزاف، مي اللي كيبغيه يقدر يديرو، كتجي رائعه بالكاتشب وبلا كاتشب، هاد لاصوص رائعه. صافي غادي نخلطها كما كتشوفوا، غادي نخليها دوكوطي باش نصايبوا البرجر ديالنا، نكملوا زعما الطياب ديال البرجر ديال اللي خلينا في المقله. صافي هذه هي لاصوص، غنخليوها جانبا وندوزو نكملوا الطياب ديال الكفته. هنايا البرجر طابو، انا ما غاديش ندير ليهم، هانتوما الطريقه كيفاش غادي تشوفوها، غندير الفرماج في الوسط، يعني جوج ديال الكفته، غير الكفته ملي تصاوبوها حاولوا ترققوها تكون رقيقه ما تجيش غليظه، باش اللي خدا جوج طرونشات في الحقيقه راه الله يجعل البركه. فاش كديروها غليظه بزاف راه واحد كافي. صافي كما شفتوا راه طابت ليا. هنا غادي ندوز للمونتاج ديال الساندويتش ديالي او البرجر، غادي نديرو هذيك لاصوص، كاين اللي كيبغيها غرقانه في لاصوص، المهم كل واحد يدير حسابه. صافي وغادي نجيبو الكفته ديالنا او البرجر ديالنا ونحطوه. هذه هي البرجر، بطبيعه الحال منين غادي نحطوه في سميتو، غادي نحطو فوق البصله. كاين اللي كيدير البصله، فاش حطيت انا الفرماج فوق البصله فوق البرجر، كيزيدوا فوق البصله وكعاد كيديروا فوق البرجر، يعني البصله كتكون في الوسط. مي ها نتوما كما كتشوفوا هذه درتها البطاطا مقليه ديال البصله البطاطا الحمراء، حتى هي كتجي زوينه ان شاء الله، حتى هي غنشارك معكم الوصفه. صافي ها نتوما البرجر كما كيجي رائع بنين، كنتمنى تجربوه. صافي كنقول لكم شكرا على المتابعه، دمتم في امان الله.